وانا قبل بس ما اتكلم عن الفوز وعن الاداء وعن الحاجات الحلوه اللي حصلت في هذه المباراه، انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. النادي الاهلي لم يتاهل للدور القادم. النادي الاهلي كسب سيمبا في تنزانيا 1-0 فقط لا غير. ده اللي احنا نقدر نقوله، ده اللي احنا نقدر نتكلم فيه. وهي نتيجه ولكن جيده ولكن وهي نتيجه جيده، صح كلامك مظبوط 100%، ولكن النادي الاهلي لم يتاهل ولن يتاهل الا لو ان شاء الله يوم الجمعه القادم استطاع ان يفوز او يتعادل او يتعادل. فهو ده اللي نقدر نقوله خلال هذه الفتره وخلال هذه المرحله. عدينا بمباراه صعبه، عدينا بمباراه تحكيميا يا كابتن اسلام صعبه جدا. من الناحيه التحكيميه يكون عندنا فيها مشاكل كتيره جدا، انا مع حضراتكم، وده انا بنادي بيه من اول يوم لغايه النهارده، ودايما بقول هذه الكلمه يا جماعه، من حقنا ان احنا نتكلم في هذا الملف الفاسد جدا. الفاسد جدا، ملف التحكيم في البطولات الافريقيه. تحديدا الحكم ده كابتن كان متقدم فيه شكوى في مباراه الجزائر في بطوله افريقيا اللي هي لسه في شهر واحد. فما ينفعش ابدا يبقى حكم متقدم فيه شكوى يحكم ماتش الاهلي وسيمبا، الفرقتين اللي يعني مرشحين الاثنين لنهائي افريقيا. ودي نقطه بتضيع مجهود فرق النادي الاهلي، ناقص لعيبه كتير جدا، لعيبه كتير جدا مجهده من ماتشين منتخب مصر الاقوياء جدا. اصابات، يعني انا عايز اقول امام عاشور ده من ركائز فرقه النادي الاهلي. اللعيبه كمان اللي جت، انت طقم الدفاع بالكامل سواء رامي ربيعه او عبد المنعم او محمد هاني او حتى مروان عطيه، كلهم لاعبين ماتشين في منتخب مصر كبار جدا. يجي بقى التحكيم يزود كل ده ويصعب الماتش جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن هم رجاله كابتن اسلام جدا، كلهم بلا استثناء رجاله، ان هم يعدوا بماتش بالقوه دي قصاد انت بتلاعب فرقه قويه، بتلاعب مدرب قوي، بتلاعب تحكيم فاسد حقيقه يعني. ولا حضرتك رايك يا كابتن اسلام؟ لا يعني انا رايي واضح في هذا الامر. انا الحقيقه يمكن لما كنت بتكلم قبل كده يقول لك اصله اسلام بيضغط في البيت الكبير، يعني ما كنا بنتكلم كنا اسلام بيضغط على التحكيم واحنا بنضغط على التحكيم سواء في افريقيا او في مصر، ولكن هذه ليست الحقيقه. احنا عندما نتكلم باثباتات وبرؤى واضحه. النادي الاهلي يقول لك يا عم انتوا عايزين، انتوا كسبانين. انا كسبان، ولكن هي هو ده الصح يا كابتن، احنا بنتكلم كده واحنا كسبانين، كلام حضرتك ده واحنا كسبانين. مظبوط، انا دلوقتي كسبان، حضرتك اديني حقي فقط لا غير، اديني حقي، وبعد ما تديني حقي اعمل اللي انت عايزه او قول اللي انت عايزه. كسبانين بقى، خسرانين، متعادلين، دي قصه تانية. ما ينفعش ان انت تقعد تقول لي كل ما اجي اتكلم على ملف التحكيم وملف فساد التحكيم في افريقيا تقول لي اصله انت كسبان يا عم اسلام عديها. مفيش حاجه اسمها انا كسبان يا عم اسلام عديها، مفيش حاجه انا كسبان يا اهلي فعدي الموضوع. هذا الامر هو قنبله موقوت، ممكن تفسد المسابقات وهتضيع مجهود فرق كتيره جدا بتشتغل وبتصرف عشان تنافس. انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي وبتكلم على غير النادي الاهلي الحقيقه، لانه كسبانين بره ارضنا 1-0، ولكن كنا ممكن نبقى كسبانين 3-0 مش 1-0. ضربه جزاء 100% سليمه 100% يا كابتن مودست، دي ضربه جزاء سليمه 100% لمودست، سليمه 100%، وفاول لو لم تحتسب او لو احتسبت لطاهر محمد طاهر في الدقيقه اعتقد 85 ولا 86 كان هيبقى عندنا فرصه قد تكون افضل من ان احنا نجيب فيها هدف. وبالتالي عندما نتكلم عن التحكيم يجب ان يكون هناك وقفه في هذا الامر. لما بنتكلم مع حضراتكم عن هذا الامر احنا مش طالعين نتكلم وخلاص، احنا طالعين نتكلم علشان الحمد لله كسبانين زي ما قلنا في بدايه الكلام، ولكن في النهايه كيف ينظر الاتحاد الافريقي لمثل هذه المباراه؟ كيف ينظر الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لمباراه يجب ان تكون على افضل ما يكون، يعني كل حاجه فيها يجب ان تكون جيده.